مهندس طارق، ممكن أعرف إيه الفرق بين مهندس الصوت ومصمم شريط الصوت؟ مهندس الصوت يندرج تحته كذا برانش، كذا نوع. ممكن مهندس صوت لوكيشن، وظيفته الأساسية سجل الصوت في اللوكيشن فقط لا غير. مهندس صوت موسيقى، وظيفته الأساسية يسجل الاستوديو للموسيقى. مهندس صوت ساوند افكت، يركب مجرد الساوند افكت. مهندس صوت دوبلاج، يسجل الدوبلاج. الكل بيفهم في كل حاجة، بس التخصصية مهمة. الساوند ديزايننج هو اللي عنده القدرة أو الخبرة اللي يشرف على كل الأعمال دي. يعني هي تسلسل طبيعي في التطور. ممكن أبتدي مهندس لوكيشن وأطور نفسي لمهندس موسيقى، أطور نفسي لساوند افكت، أطور نفسي لميكسير، أطور نفسي لساوند ديزايننج في الآخر. هل الصوت ممكن يعبر عن الزمان أو المكان أو الشخصية؟ طبعا. إزاي؟ يعني أنا عندي حارة دلوقتي وحارة زمان، هي في الآخر اسمها حارة أو منطقة سكنية. ولكن زمان أنا بتكلم في الأربعينات، إيه الأصوات المحيطة؟ صوت الحنافير، صوت العربيات. صوت العربيات دلوقتي مختلف عن صوت العربيات القديمة، كل جزئية لها صوتها. دي راكنة دي. عندي أغاني معينة، عندي أغنية أم كلثوم حد بيسمعها بمسلسل حديث، وعندي أغنية أم كلثوم حد بيسمعها بمسلسل تاريخه الزمني أقدم بكتير. ولكن دي السورس بتاعها طالع من كاسيت اف ام بسماعات لطيفة، فهقدر أسمع تفاصيلها أكتر. وهنا الصوت بتاعها طالع من راديو صغير على الستينات السبعينات، فلازم أغير الفريكوانس اللي هو زي ما كان سامع وقتها. مهندس طارق، المفروض ان الموسيقى تحس ولا تسمع، واحنا مشكلتنا في الدراما التلفزيونية عندنا ان الموسيقى دايما غالبة على الحوار، لدرجة ان ساعات ما بنعرفش هما بيقولوا ايه. تفتكر ليه؟ بص حضرتك، هو ده سبب عام دايما من وجهه مشكلة اختيار الموسيقى مع المشهد. اهم حاجة في موسيقى بتتفصل او بتتعامل مع الاتفاق مع الموسيقى التصويرية، انه انا محتاج موسيقى تصويرية للحوار ومحتاج موسيقى تصويرية للمشاهد الاكشن. ما ينفعش الاثنين يبقوا نفس الليفل ونفس الالات. هي لعبة فريكونس، كل واحد ليه جزء، الصوت البشري ليه جزء والالات ليها جزء. يعني اجي مثلا ممكن استخدم الكمانجات، ما هي نفس المنطقة بتاعت الصوت البشري، ولكن اجي في الحتة دي ما ينفعش الكمانجات يبقى ليفلها عالي. بره احنا نشوف الميكينج، كل الفرقه بتلعب وهي شايفه الصوره الفعليه. ليه بقى؟ عشان اول حاجه يبقوا عارفين مناطقهم ايه اللي هيلعبوا فيها، امتى يعمل استرس في الموسيقى، امتى يهدى. والمؤلف الموسيقي كاتب حاجه اسمها سكورينج، يعني هيلعبوا ايه في التوقيتات دي. فلما بيجي عند الحوار بيفضي المنطقه، بيهديها. يعني اجي عن تا 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 تا، انا عارف في حوار داخل، انزل في طريقه اللعب، فالحوار يدخل فخلاص ما ضايقش، ارجع بقى بعد كده اكمل. يابا كفايه بقى عشان خاطري، انا من ساعه اللي جرى وانت حابسني في البيت اكني عامله. بالله عليك خليني اروح. هل مهندس الصوت قادر على انه يؤلف او يخترع مؤثرات مش موجوده اصلا؟ طبعا. زي ايه؟ على افتراض انه المشهد ده هيتدبلش كله، فخلاص المؤثرات اللي اتسجلت مع الحوار ملهاش قيمه، فانا محتاج ابني المشهد كله. في حاجات في الساوند افكت مش موجوده في المكاتب، في عندي حاجه تكه صغيره بس مش لاقي التكه مثلا فتيل معين، بس اقدر اجيبه من حاجه تانية. اجيب صوت كسر ازاز، اخد بس فريم او اتنين فريم من الحته دي عشان تعمل تك بصوت كسر ازاز، هي مش هتبان كسر ازاز، ولع وغير الفريكوانس عشان تبان زي كانه صوت معدن ضرب بسيط. وانتوا بقى بالصلاة على النبي عايزين نصدق الفيلم اللي انتوا فيه ده، مش كده؟
المفروض إن الصمت هو عنصر أساسي من عناصر الصوت في الدراما، فهل إحنا في أفلامنا بنقدر هذا العنصر وبنعرف نوظفه؟ ممكن لو أنا مثلا زي الاختيار بعمل معركة معينة وحصل انفجار والجنود اللي عندي وقعوا على الأرض وتغيبوا عن الوعي وما زال الإرهاب يعني شغالين في ضرب النار مش هيقفوا، فخلاص هو بيبقى سامع الأصوات اللي حواليه، مش سامع حاجة، هو سامع حاجة هزي في الحياة، سامع ريفربات، سامع حاجات هزي. أنا ممكن أعمل صمت كامل أو أعمل هزي في الحتة دي، أوصل المشاهد إنه مكان المصاب أو مكان الجندي. وفي مشاهد يحصل فيها صمت موسيقي، مشاهد يحصل فيها صمت في البرويه، مشاهد يحصل فيها صمت في الحوار، بس بقية المؤثرات شغالة. يعني مش شرط انه الميوت يبقى ميوت للحالة العامة للصوت كلها. يعني في مشهد مثلا في اتربع بعزه لما يحيى الفخراني عرف ان والدته توفت، احنا عملنا صمت موسيقي في الاول لانه كل مشاهد عنده ذكريات متعلقة في وفاة احد يعني من الناس القريبه. دراميا لازم الموسيقى التصويرية، عمليا مع المشاهد لا، انا عايز اوصله للذروة واسيبه، انا في اللحظة دي مش عايزك تسمعها بالشكل اللي انا عايزه، انا عايز اسمع الموسيقى التصويرية بتاعتك الداخلية، ارجعك لذكرياتك، كنت سامع ايه، كنت حاسس بايه. لا بس هي هتلاقيها بس عشان زعلانة مني. عمليات عمليات، الدعم بيتحرك حالا، المقدم عادل ملازم اول خالد في الطريق. عمليات عمليات، الدعم بيتحرك حالا، المقدم عادل ملازم اول خالد في الطريق. مهندس طارق، انت اخترت لنا مشهد عشان نعرضه قبل الميكساج وبعد تركيب الصوت، اشمعنى المشهد ده بالذات؟ زي ما احنا شفنا حد على الاسلحة قاعد يعمل ان هو بيضرب، فعليا هو مفيش صوت، هو ماسك السلاح وبيعمله بايده، الاهتزاز، هو بيعمل حركه تمثيليه للاهتزاز. انا مطالب مني ان ابقى عارف انه على كل الاهتزاز اللي حصل ان انا اركب طبقات الصوت موجوده سنك على اهتزاز جسمي عشان اعمل السنك اللي بين الاهتزاز وبين ده. وبنفس التوقيت فوهه النار اللي بتطلع من الرشاش دي مش موجوده، انا بركبها بخيالي الاول، وتروح للجرافيكس تتعمل شكل النار اللي طالع من الفواهة وترجع لي تاني. يعني أنا بشتغل تو بروسيجرز، الأول بركب التخيل العام، بعد كده بعمل حاجة ديفينيتيف الفاينل بقى بعد الجرافيكس ما يرجع، لأنه الجرافيكس مش ما يعرفش الزمن اللي أنا ركبت فيه ولا نعرف الزمن اللي هو هيشتغل عليه، ولكن نتقابل في الآخر إن أنا أعمل الديفينيتيف عليه، أعمل الفاينل عليه عشان تشوف الصوت والصورة ماتشنج مع بعض، تصدق إنه ده حقيقة كنت في المشهد وده كان بيحصل. تستغفليه؟ تسأليني عند القضية عشان تروحي تساعديه؟ ها؟ انت فاهمة انت عملت ايه؟ طب انت فاهمة كان ممكن يحصل ايه؟ كان ممكن انا وانت نبقى متهمين في نفس القضية. كتير من المسلسلات بنحس بالفرق ما بين المشاهد المصورة لايف وبين اللي معمول لها دوبلاج. طبعا لازم يبقى في ماتشنج. ماتشنج ايه؟ بين الحاجات اللي خلاص معتمدة في اللايف والحاجات اللي انا عايز ادبلجها لان فيها مشاكل في الصوت، فلازم الاثنين لما انقل من مشهد لمشهد ما احسش ان انا دبلش. دي اكبر المشاكل اللي بتواجهنا، فدايما انا في خلاف شديد مع الممثلين ومع المخرج ان انا لو عندي مشهد دبلاج عشان شخص، احنا اربع اشخاص في المشهد، واحد شخص عنده مشكله في المايك بتاعه مثلا، عندي مشكله ان هم بيفتكروا ان انا هدبلج الشخص ده، لا انا هدبلج الاربعه. هم لبسوك ابيض ليه؟ لبسونا ابيض ليه؟ مأمور السجن الجديد زملكاوي يا شهد. هي عندنا مشكله تانية، المشكله في الدبلاج ان الناس كتير قوي فاهمه ان الدبلاج يقول لك سجن، ما هو صوته زي الصوره اهو، ما هو لبسنج. لا هو اللبسنج ده اسهل حاجه، احنا دايما لما نقول في سينك، دايما اللي انا بنادي فيه ناس كتير قوي للاسف مش فاهمه ان لما بقي سينك الاحساس، هو كان قلب احساس ولما وقف قدام المايك قلب احساس ثاني خالص. تقولي ياسر طليق خد بنتي، ده ممكن يستغل القضية ويحرمني منها طول عمري، أنا لازم أروح لها دلوقتي حالا. طب بعد كل المشاكل دي اللي شفناها مع مهندس الصوت،
لو لم تكن بقى مهندس صوت تحب تكون ايه؟ مهندس صوت برضو؟ اه انا بعشق الشغل، يعني بعشق هندسة الصوت. مع حضرتك ان الناس مش واخده بالها، او مهندس صوت مش اخدين قيمتهم بالمعنى الحقيقي. الناس مش فاهمه قيمته الحقيقيه، وما زلنا لغايه دلوقتي الناس مش فاهمه يعني ايه قيمه الصوت. وعلى الله اعتقد بعد الحوار ده بقى هيقدروا قيمه الصوت. على الله.